هذا وقد خلفت التقلبات الجوية الأخيرة والأمطار التي شهدتها ولاية طمان راست خلال الأونة الأخيرة وفاة 5 أشخاص، 4 منهم جرفتهم مياه وادي تينغاكلي حسب ما صرح به المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية بولاية طمان راست في ميكروفون عبد الرزاق حاجي. خلفت التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها مدينة طمان راست وضواحيها إلى حد الساعة 5 قتلى سجلنا بواد تنغاكلي ضحية، كما سجلنا وفاة 3 ضحايا بواد تغلالت، وسجلنا أيضا بواد عين الزبيب ضحية أخرى. توجهوا للمرة الثانية للمواطنين، كافة المواطنين الأولياء والآباء والأمهات خاصة، إلى حماية أولادهم ومنعهم من السباحة في البرك المائية. كما نتوجه إلى سائقي السيارات الفردية والنقل الجماعي عن عدم المجازفة وعدم عبور الوديان خاصة أثناء عملية الفيضان.